أتمنى مشاهدينا الكرام انتقلنا من زمول إلى بوش العرضة. حقيقة شكرا للوالد أبو سليمان. الحين راح نتلاقى هني ويا مضمر العزبة الفاضل محمد بن حمدان البادي. خليكم متابعين ونتعرف على بوش العرضة. السلام عليكم محمد. السلام عبد الله. حالك؟ الله يحييك. الله يعافيك. يا مرحبا. الله يحييك. وهني شرفتونا. الله يطول عمرك ويشرف بالها. ماشي اخبار يا مرحبا. تكفى الهموم. خير سلوك. الله يحييك محمد. الله يحييك. ما شاء الله. وانت جالس زاحف كذي مع بوش العربه؟ اي نعم. يا ما شاء الله عليك. الحين في هاي الموسم بتلقانا دائما مستعدين. زين. حلو والتوفيق. يا مرحبا. التوفيق يا محمد. تعال بس عاد عشان اتعرف عليه. انا محمد. يا مرحبا. ما شاء الله الحلال وافر عندكم في هاي العزبه. ما شاء الله وبوش العرضة ما شاء الله مزينات. ها اي نعم. بالعدة ومتجهزات شنهن. اي نعم. هاي الحادة بنروح نسوي عرضة هالحين هناك في الدورة هذه. يا رجال زين. العرضة اللي شفناه. ماشي مشكلة. نعم. زين نتعرف على هذه محمد. هاي عرجة. عرجة والله. أمها عرجة وأبوها ولد سمحة الفحل اللي شفناه قبل شوي. نعم. ما شاء الله. إذا عرجة سلالة طيبة. سلالة طيبة نعم. وأكيد أن لها مشاركات. والله لكن نتمنى يكونها تحوز مراكز. والله تبى الصدق ان احنا ما شاركنا بها في المباين. اي الناقه يدبناها وركضناها عرضه. اها حلو. والناقه طيبه في العرضه. حلو. نعم. اذا شفتوها طيبه في العرضه وخليتوها خليناها جاهزه للعرضه. اي نعم. والعرضه هذه محمد تعال شوف كذي. العرضه هذه طال عمرك تسوونها هني على كم ولا على مناسبه؟ والله طول عمرك على المناسبه اذا كان في عيد ولا في عرس. اي زين. وهذا لجاهزات. هي نعم جاهزات. جاهزات. انت تركب؟ هي نعم اركب. ها اركب. تحب عرقه؟ لا هي نعم. ما شاء الله عليك. تعال نشوف هني غيرها. ما شاء الله. شوف هذه يا محمد. هاي طول اللي عمرك البويضه. اي والله البويضه. هاي امها البويضه وابوها ود البويضه. تفضل. امها البويضه وابوها ود البويضه. وابوها ود يعني سلاله بويضه. هي نعم سلاله بويضه. جميل. زين اذا بوش العرضه حقيقه في ميزه خاصه محمد يعني تمتاز بهم بوش العرضه. يعني انت لما تنتقي المطيه وتقول هذه انا ابغيها ادخلها على طول عرضه. نعم. ايش اللي انت شفت فيها وقلت ان هذه خلاص للعرضه؟ الشكل. شكل. الشكل هذا واحد. هي نعم. ومن سلاله من ناحيه السلاله. نعم. انزين. والهداوه. والهداوه. نعم. انزين. كل هالمطيه بتكون هديه لما بتطبعها وبتعلمها. طبعًا. بتكون طبعًا. هديه طبعا. هي نعم. اذا معناته في يعني امور معينه تكون يعني ياخذها بعين الاعتبار. نعم. كل مضمر على انه يميز ان هذه. نعم. يبيها للعرضه وهذه نبيها للمزاينه وهذه للرئيس. صحيح. صح ولا لا؟ مثلا هاي البكره. اي انزين. هاي بكره بتكون صغيره على المزاين. صحيح. انزين. بكره يمكن في سنها بكار اكبر منها. جميل. انزين. وهي الناقه قصيره. قصيره. زين ما بصلح حق مزاين. ما تصلح. هي نعم. قلنا بعد من الاشياء اللي يراعونها. هي نعم يراعونها. يكون فيها طول. تكون ناقه المزاين تعرف انه يكون ويها. ويها ايه. هي نعم. طويله وكذي. وش العرضه نفس الشيء بعد. ما شاء الله. هي نعم. جميل. تعال 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 شوفني وعندي بعد سؤال حقك يا محمد. يعني حلو انت الحين مسكت السؤال اللي انا بغيت اسالك عنه. هلا. هذه طبعا العده اللي تحطونها حقيقه في بوش العرضه. نعم. وهذه من الفضه الخالصه. من الفضه. نعم الخالصه. احنا اليوم ايضا اخذناها وركزنا شوي كذي في البدايه فيها حقيقه. يعني اذا بوش العرضه يحملن على ظهورهن وفي الراس على وجههن ما اقل من 1000 ريال كنا حقيقه. يمكن يكون اكثر من 1000 ريال. اكثر من 1000 ريال. يعني الزينه هذه اللي تحطونها. نعم. فيهم حلو لان هذا في مناسبات عيد. مناسبات. مناسبات. نعم. فرح احتفالات. وكل اللي بيكون يظهر بالمظهر طيب يعني. أكبر. الله اكبر. نعم. طيب هل يعني لكل عزبه مظهرها الخاص ولا ان بوش العرضه مظهرهن يكون واحد؟ لا في بالنسبه للعده. زين لا يكون مظهرهن واحد. واحد في العده. نعم. جميل. هي نعم. حلو اذا العده هذه عمانيه خالصه. عمانيه خالصه. نعم. 100% 100%. اذا هذا من صنع العماني حقيقه من الموروثات نسميها. هي نعم من الموروثات. نعم. جميل حلو. تفضل يا اخويا محمد تعال شوف هذا. هذه هاي البحر. تعال البحري. هاي البحري. الله الله. انزين امها البحري وابوها ود البحري. الله سلاله بحري خاص. سلاله بحري. نعم خاص. وسموها البحري على صاحبها على اسم صاحبها الاولي القديم. هي القديم. نعم. اللي كان الشاف يعني. الله الله. هي نعم. هذا شيء حلو. توارثوا الاسم من اسم صاحبهم.
وعرفوا هم ليش، لأن هذاك الرجال البحري قديم كان يمتلك انطيته ولا هو بعيره، يعني البحري المشهور. نعم فهمت شلون؟ صحيح. والناس اطلقوا عليه لأن يعرفوا الحين إذا عندك سلالة البحري، إذا هي سلالة ما عليها كلام. ما عليها كلام صح ولا لا؟ شوف أول 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 الناس الأوليين يفتخر نعم بلقبة طبعا زين، لكن الحين يمكن لا، لا الحين يسموها خلاص على ما لقينا عليه. هي نعم. على الاسم القديم، على الاسم القديم صحيح. هي نعم. شطار الاوليين، شطار نعم. شطار حقيقه شطار. يعني قدروا يسرقوا الجو، نحن لا نتعلمنا من الاوليين. الله اكبر نعم. قدروا يسرقوا الجو. نشوف هذه بعد يا محمد، ما شاء الله. هاي سامحه، هاي سامحه امها سامحه وابوها ولد، وابوها ولد سامحه. جميل. هاي نعم. انتاج العزبه هذه ولا هي نعم وسمحه هو وسمحه نعم. جميل جميل. طيب امها يعني من هنا ولا امها من العزبه؟ نعم. من العزبه نعم. اذا انتاج العزبه خالص 100%. نعم. جميل. اذا ما شاء الله يعني بوش العرضة له النظره حلوه بعد، له النظره يعني ما اقل من بوش المزاين. زين ما اقل من بوش المزاين. نعم يعني في الشيفه، وايضا يعني بوش العرضه يعني يلهن توازن في الركض. نعم نعم في الركض يعني. نعم. هذا مو هين بعد. لا والله ما بهين، ان لما يركضون الثنتين يوم بعض يقول لك يعني ما نبي يعني فرق فانتي. نعم في قال لك في ناس قالوا والله اصحاب بوش العارضه مرتاحين. اي زين ما حد مرتاح. صحيح. من ناحيه الضمار. نعم. يعني تحاتي انت كل شيء طبعا. لا لا بالعكس، يعني اذا ناقتك انها ايضا لها موازين، ناقتك انها اذا اختلت اليوم عن ركض يعني تكون ناقه معروفه وناقه مسمايه. نعم. يعني الناس بترمس برمسه ما بطيئه فشيله. الله اكبر. اي نعم مثل هاي الناقه وانت ما ترضونها. انا ارضاها. كل مضمر ما يرضاها يعني. الله يعطيك العافيه. هذه محمد هاي الخواره. هاي الخواره. هاي الخواره. انا حقيقه لو 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 ما ذكرت لي اليوم اسم الخواره في عزبه الشيخ علي بعتب عليكم. لا خواره موجوده. الخواره من سلالات الباطنيه القديمه اللي نعم. يجب ان تكون موجوده حقيقه في عزبة كل عزبه لانها نادره في عزبه الشيخ علي. أي. تحصل من كل السلالات. جميل حقيقة. كل السلالات جميل. موجوده. جميل جميل. زين هاي الخواره. الخواره امها الخواره وابوها والسمحه الفحل. الله جميل. شفتوه قبل. نعم. نعم. إذن الخوارة حقيقة يعني سلالة باطنية. نعم. قديمة وهدية. وناقة طول عمرك. نعم. ناقة شبوك في العرض ركضناها كم مرة زم. ما شاء الله. وناقة حازت على. من عرض من ظهرها كان. أنا. يعطيك العافية يا محمد. ربي عافيك. الله يطول عمرك. يا مرحبا. محمد شرايك ننتقل بوش المزاينة شوي. يا مرحبا. نتعرف عليهم. يا مرحبا تفضل. إذن مشاهدينا الكرام نروح إلى بوش المزاينة وخليكم معنا. هاي بوش المزاينة. هي والنعم. هذه من؟ هاي كتشة. هي كتشة هذه. هي نعم هاي كتشة. ما شاء الله عليها. و طول اللي عمرك أمها كتشة وأبوها سراب. أبوها سراب هذه؟ نعم. هذه لها شيء مراكز؟ لا والله مجهزينها طول اللي عمرك. هذه أول دخول؟ أول دخول السنة أول إن شاء دخول. الله. ما شاء الله. هي نعم. متبشرين فيها خير إن شاء الله. إن شاء الله. ها؟ إن شاء الله. يا الله حلو. نتمنى التوفيق إن شاء الله. نشوف شيء ثاني هناك يا محمد. هذه من ودي؟ هاي الغزيلة. اي هاي ابوها ود الغزيلة وامها الخوارة. ما شاء الله. هاي نعم. جميل جدا. اذا معناته الغزيلة يعني نقول احتمال انه مبشرة بشيء خير ولا اخذت من قبل مراكز؟ والله حازت على المركز الاول من يوم هي مفرودة للحين السنة الثانية. ما شاء الله. هاي نعم. زين وش مراكزها؟ والله حازت على المركز الاول عده سنين سنين وحصلت على 4 سيارات. ما شاء الله. هي نعم. وسيفين طول لعمرك. نعم. وكاس. اذا 4 سيارات وسيفين وكاس. هي نعم. محصول جيد مشاهدينا الكرام. الغزيله ان حصدتها حقيقه من خلال المزاينه. اعطوهم خلوهم يشوفوا الغزيله اللي حصدت هذا الجوائز من خلال زينها وحلاوتها حقيقه. نعم. يعني واضح 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 مبين يعني مواصفات الجمال موجوده في غزيله. اي نعم. يعطيك العافيه محمد. يا مرحبا. تمشى صوب غزيله. هذا من؟ هاي طول اللي عمرك ريمه. ريمه. هي نعم. ما شاء الله. هاي ريمه. نعم. امها ريمه وابوها ود سامحه الفحل. الفحل الموجود. هي نعم الفحل الموجود. ما شاء الله. زين. وشاركنا بها وحازت على مراكز المركز الثاني والمركز الثالث. شيء طيب. انزين. شيء طيب. هي نعم. حلو. إذا المركز الثاني والثالث ترى ما بقى شيء. ما تنازل عن المركز. بقت خطوة. بس هو مركز يعني. إن شاء الله. نعم. الأول بإذن الله تعالى. جميل حلو. حلو. وهذه؟ وهي طول عمرك السبيعة. إي السبيعة.
البيئه ما شاء الله من اندر السلالات عندنا في العزبه. واضح واكيد لها سبيعه شيء ولها انجازات انجازاتها. نعم حازت على شاركناها وحازت على المركز الاول ما شاء الله. امراض عديده يعني يا بتشي شو يعني سيارات ولا سيوف ولا؟ والله طول عمرك في رصيدها سيارتين ما شاء الله وتقريبا سيفين وكاش ما شاء الله. حصلت على خنجر في هذا الشيء عارف. هذا الشيء الجميل يعني هذا الواحد اللي يبغي منها سلاله حقيقه انتاج يعني يبون من طيب. من دول مجلس التعاون يبونها يعني من قطر يبونها وقال لهم ما بيرضى الشيخ ما رضى وصلت 3 مليون ما شاء الله ما بيرضى واحده يعني قبل ما تدخل تجيب لك سيارات تجيب لك مو بقصد القيمه للشيء نعم. انا بقصد الشيء المعنوي يعني كم فرحتي انا لما تناقتي ناموس نعم. الله يعطيكم العافيه يا رب زين وهذه وهاي طول عمرك الغزيل ايه حازت على المركز الاول نعم وحصلت على سياره ما شاء الله ولكن الناقه طول عمرك من سنتين ما شاركناها بها تعطلت اي انزين نعم في الهواء ولا فوق لا في يدها في يدها صابت بلين زين ما وسمتوها ماشي لا والله وسمناها لكن بعدها نعم بعدها نعم. يبالها يمكن التشافه يبالها وقت ما شاء الله جميل جدا اذا معناتها الحين مرينا على بوش المزاينه وهناك ما شاء الله الخير وافر لكن نحن طال عمرك بعدني انشد عن البويضه اللي يعني هي سلاله نادره تراها البويضه نعم موجوده وهذه كوين موجوده هذيك اللي هنا اي نعم ما شاء الله ايش رايك نروح يمها شوي يا مرحبا تفضل تفضل اذا محمد نعم هذه هي البويضه نعم هاي البويضة وابوها ولد سامحة طول عمرك وامها البويضة نعم. نفس الشيء من اندر السلالات عندنا في طبعا طبعا وناقة لها انجازات شاركت وهي عمرها تقريبا سنة نعم وحازت على المركز الاول جميل وهي تشارك السنة الناقة طول عمرك ما اصلحت ورديناها للاهل ما شاء الله خلاص الحين عاد منها نعم. قلنا بنخليها بهيبتها وبسمعتها ما نبغى نقول والله انها بويضه سبقت ناخذ منها الانتاج ناخذ منها الانتاج جميل حلو يشاركن عيالها ان شاء الله وان شاء الله تاكد ان السلاله الطيبه ما تجيب الا طيب لا السلاله الطيبه ما تجيب الا طيب اي نعم ان شاء الله تكون التوفيق ان شاء الله في انتاج سلاله بويضه ان شاء الله طبعا هي بويضه هي الاساس في العزبه هي الكل بالكل هذه المدلله هي الكل بالكل نعم المدلله يعطيك العافيه يا ربي يا مرحبا اذا اخوي محمد احنا الحين نبغي نروح الى مساله التلبيس ايش رايك؟ نعم تلبيس ونشوف العده شوي كذا تعرف إذن مشاهدين الكرام وعدناكم أن نعرفكم على العدة اللي تتلبس بها البوش في العرض وأيضا مسميات من خلال محمد بن حمدان البادي مضمر الموجود هنا وهذا طبعا اللي في يدي هو الأخطام محمد هذا الخطام نبى نعرف بس من شو هذا الخطام مصنوع هاي طول عمرك من حبل البريسن بريسن ما شاء الله هي نعم. وهاي من 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 الصوف من غزل اي وهاي من صوف الضان صوف ضان ما شاء الله اذا الصناعه تكون عمانيه ما شاء نعم الله مثل ما قلنا وغالي غالي يعني غالي نعم سعره غالي نعم مهين غالي نعم طيب اذا الخطام فانيلا شداد شداد نعم شداد ايوه هاي شداد نعم هاي طول اللي عمرك هاي اللي تحت الشداد ايه هاي بداد بداد اي بداد تحمل ناقه طول اللي عمرك من 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 سخونه يمكن من من ولا يعني يقشرها الشداد اي بلا زين هاي شداد مصنوع من 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 الحطب اي من حطب السدر حطب قوي بعد اي نعم وهاي فضه خالصه نعم وهاي وشر من 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 الفضه مشاهدينا الكرام فضه خالصه جدا مثل ما انتم شايفين الان هي نفس فضة الخناير وايضا حتى ما شاء الله الشعار هنا موجود نعم. تلاحظونه شعار الخنير يعني موجود اذا هذا هو شداد طال عمرك نعم. وهذا اللي هو البطان البطان اللي ميه طبعا من تحت البطن الى فوقه علشان يود الشداد على المطيه نعم.
وهذا اللي هي المحوي. المحوي خلنا على مركب الناقة مصنوع طول لعمرك من الليف للنخل بين انزين، وهاي من من من, من صوف الضان لكن مصبوغ ما شاء الله. هل محمد لا زالوا الناس اللي يصنعون هذا بعدهم مستمرين؟ هي نعم، لنا الحين موجود الحين نعم جدا، وعلموا عيالهم ما شاء الله وصنعوها الحين. الله زين، وصلنا الى المحقبة. المحقبة نعم المحقبة. زين المحقبة هاي مصنوعة طول عمرك من صوف الضان. صوف الضان زين، وهاي غزل قطن ما شاء الله. لها نعم. مقياس معين؟ هي نعم لها مقياس، مقياس معين معروف لكل البوش. لكل البوش جميل. هي نعم نعم. اذا معناته الحين شوفوا مشاهدينا الكرام، لاحظوا هناك احد الاخوان هو يلبس الخطام على الناقة الحين. نعم هذا شيء تشرح لنا محمد بس كيف وضعه؟ لف اول شيء على الوي، على على مشم المطيه، ومن عقب يخليه على رقبته. على رقبته هي نعم. لفه في ربطه طبعا. هي نعم في في في, في, في ايضا ما يزرها. لا لا ما يزرها بالياس. نعم جميل حلو حلو. من عقب يخلي الشداد. يخلي شداد. شداد نعم. اذا هذا مشاهدينا الكرام مثل ما انتم شايفين الحين قاعد يوضع شداد على ظهر المطيه، بعدين يبلض البطان من تحت. هي نعم من عقب. جميل، ويلفه في مكان معين من شداد. مكان معين نعم. نعم ويرده ويزرع المطيه. ويزرع هذا يباله شويه، يباله شوي زر. حلو نعم. بعد القياس الزرع. القياس اي بعد اي بعد نعم. صح جميل. بعدين المحوي خلف. نعم. خلف السنامي. هي نعم على مركب. على مركب المطيه اللي هو اظن مثل مقعد للركب. للركب هي نعم. جميل حلو. واذا المحوي ايضا يمسكونه بالمحقبه. المحقبه هي نعم. جميل جميل، شيء حلو حقيقه. اذا في ايضا لكل شيء وضعيه معينه. هينا. وايضا ربطه معينه، وربطه ايضا كذلك يعني بطريقه انها ما تاذي المطيه. جميل جدا. دوره دوره واحده، يلفه الدوره الثانيه ولا بس يكتفي لا به؟ بس يكتفي يحط يخلي باقي الاعتاد. هذه هذه اصدار. نعم اصدار. وين يحطونه؟ يخلونه على صدر المطيه، من عقب يجيبونه على الغالب. ممتاز جدا. هي نعم نوخ. جميل، هني علشان يركب اصدار يجب انه ينوخ المطيه لاجل يتمكن من انه يوصل. ايوه جميل، يوصل الاصدار على حلو على صدر المطيه. يعقوب يخلى اي يوديه يوديه حقيقه الى شداد. نعم شيء جميل. أيوة. يعني كل شيء تابع لشيء. كل شيء نعم. وكل شيء له مكان، كل شيء له مكان معين. معين يعني. الله الله. أيوة. الله الله الله. جميل جدا حقيقة. تعرف ان الشداد ما يركب مكان المحل. لا 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 لازم محال. لا وبعدين تلاحظ انه في مقاييس يعني. مقاييس نعم. مقاييس الله عليك. بعدين بيجيب اللي هو الخيري ويحطه. الخيري نعم مخلي. جميل، الخيري هذا بعد لها ربطه ولا؟ ربطه نعم، يخليه في الشداد. نفس الشيء. ما شاء الله الشداد يجمع يعني الكل. شداد في اماكن بس سأل ليش هالاماكن، لكن كل شيء يعني كل شيء له شيء يعني. جميل جدا. جميل جميل الله يعطيك العافيه. الله يعطيك العافيه. بعدين بنجيب اللي هو الياعد. اي نعم. ويحطه على شداد. يخليه على الخري. على الخري اسف. مكان المركب المركب المطيه. اي حلو. علشان ايضا الراكب ياخذ راحته. راحته وتظهر المطيه بالمظهر. مظهر الطيب يعني. طيب نعم جميل جدا حلو حلو حلو. هاي اعتاد بس خاص لناقة العربة. اكيد. ما يخلى على ناقة مزاين ولا يخلى على لا 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 بس خاص للعربة. ناقة العربة نعم. الحين اذا اصبحت هذه المطية جاهزة للعربة. هي نعم. ها؟ نعم. يلا خوز محمد. عاد انا بروح استعرض. تعال يا ريال. تفضل. ما شاء الله يعطيك العافية يا ابوي. ما قصرت شيخ. جميل جدا. جميل. حلو. اذا مشاهدينا الكرام هذا هو تلبيس مطيه العرضه، هي الحين اصبحت جاهزه. تعرفتوا ايضا على العده كامله اللي تلبسها، وشفتوا شلون طريقه اللباس، وسمعتوا ايضا مسميات. اذا مشاهدينا الكرام لمسات جميله جدا في هذه الحياه البدويه ومع حياه الابل بالاخص. نحن اليوم استمتعنا بهذه الرحلة الممتعة جميلة حقيقة داخل عزبة الريف، عزبة الشيخ علي بن ماجد المعمري، اللي حقيقة نشكرهم على حسن تعاونهم معنا. والشكر موصول لك أخوي محمد بن حمدان البادي. ما قصرت يا محمد، كفيت ووفيت.
وحقيقة يعني اليوم يعني استمتعنا نحن معك. يا مرحبا بكم والله تشريف كبير. الله يحفظك. نعم تحياتنا لكم وللشيخ علي بن ماجد حقيقة على تهيئة المكان لبرنامج نبض البادية. يا مرحبا. ونتمنى إن شاء الله بس فقط يعني أن نكون نقلنا صورة طيبة عن عزبتكم. الله يحييك. إذن مشاهدينا الكرام تتبقى هناك جزئية أكيد أنتم في انتظارها ولكن خليكم متابعين.